السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده عقد ضبط المصنع للهاتف هواوي واي 3 2017. بنحذر يا جماعة، الطريقة دي هتقفل الجهاز على حساب جوجل لو مش فاكر الحساب او ناسي كلمة السر. اسفل الفيديو ده هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعلم فيه طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف. اول حاجة بنقفل الجهاز خالص وبنضغط على زرار الباور وزرار رفع الصوت الاتنين مع بعض ضغطة مطولة. اول ما تظهر لنا الشاشة اللي قدامنا دي بنشيل ايدينا من على كل الزراير وبنطلع على اول اختيار ريكفري، نضغط على زر خفض الصوت للاختيار، بيظهر لنا شعار واوي. بنستنى شوية بتظهر لنا الصفحة ديت، بننزل تحت بزر خفض الصوت على الاختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، نختار اوكي بزر الباور، بننزل تحت على ايس وبعدين بنختار اوكي بزر الباور. بزر الباور بنختار اول اختيار ريبوت سيستم ناو، الجهاز هيعمل اعادة تشغيل. بعد ما الجهاز يفتح بنختار اللغة وبعدين بنضغط التالي التالي، تخطي تخطي على أي حال، متابعة ووافق التالي بدء. تم عد ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.